مرة تانية أهلا بحضراتكم. قبل ما أسأل كابتن أشرف واتكلم معاه على ماتش بيراميدز، عايز أتكلم على الدوري السنة دي. شايف المنافسة هتبقى ثلاثية أهلي بيراميدز زمالك، ولا شايف الزمالك بعيد عن الصورة وإنه المنافس هيكون بيراميدز بشكل واضح وصريح؟ بيراميدز يعني ما بيكملش، يعني شفناه في المواسم اللي فاتت ما بيكملش، نفسه قصير يعني، نفسه قصير يعني، نفسه قصير، ولكن الحقيقة عنده فرقة كويسة جدا وعنده الإمكانيات البشريه والامكانيات الماديه انه يقدر ينافس. ده صحيح، بتفرق برضو، خلي بالك الطموح وروح البطوله بتفرق كتير جدا جدا مع اللاعب في المنافسه على البطوله، او الاستمراريه كمان في على انك توصل لمنصات التتويج وتستمر عليها. ده مش موجود عند لاعبي بيراميدز، واعتقد انه يعني بيفتقدوه بشكل كبير جدا، عشان كده دايما ما بيكملوش، ولكن بيمتلكوا امكانيات، بيمتلكوا طبعا امكانيات كبيره جدا جدا. الزمالك شايف انه ممكن يعود بشكل كبير مع فيريرا، وشايف انه مدرب كويس جدا وفرق معاهم كتير جدا. هي قصه مدرب يعني، شايف ان فيريرا احسن من كارتيرون؟ انا شايف ان فيريرا احسن من كارتيرون، وخلي بالك كاركتر او الشخصيه بتفرق كتير جدا جدا مع اللاعب المصري. احنا دايما بنتكلم في ده، انه المدير الفني او الراجل اللي موجود دايما بيفرق كتير جدا شخصيته مع اللاعبين في عطائهم وادائهم داخل الملعب، واستمراريه ده في المنافسه على البطوله. يعني طبيعي انه التصحيح في الفتره دي لنادي الزمالك، اعتقد انه ممكن يعود مره ثانيه للمنافسه، واحنا دايما في النادي الاهلي دايما يعني دايما عايزين المنافسه، احنا ما عندناش مشكله في ده. امال احنا عايزين نكسب كده لا طبعًا. عايزين منافسه طبعا، نادي الزمالك يعني الانديه الكبيره، ويعني نتمنى انه يعود والاسماعيلي يعود. احلى بطولات، احلى بطولات حققها النادي الاهلي، البطولات اللي ما بنساهاش انا شخصيا هي البطولات اللي كان فيها منافسه صحيح قويه، والفرحه بتاعه فوز تحقيق اللقب في الوقت ده بتبقى بجد فرحه صحيح. حقيقيه وكبيره جدا. ده صحيح، البطولات اللي بيحسمها الاهلي بدري يعني هي يعني رقميا موجوده وبيبقى ليها فرحتها برضو صحيح. بس يعني ما بتبقاش بنفس ما تحسش نفس الطعم يعني. صحيح. طيب